ينضم إلينا أيضا السياسي العراقي السيد أحمد الأبيض. أهلا بك سيد أحمد. في حصاد التغيير الإخباري، هذه الفاجعة تضاف إلى سلسلة فواجع تعرض لها المواطن العراقي بسبب الفساد والمحاصصة، على الرغم من المليارات مليارات الدولارات التي صرفت على القطاع الصحي وعلى باقي القطاعات الأخرى وتعليقك نبدأ به. نعم سيد أحمد. نعم تحياتي لك أستاذ أحمد وزميلتك وضيوفك. أنا السياسي العراقي المعارض. التسمية الحقيقة نعم يجب أن يتبناها كل الشعب العراقي للخلاص من حكم الجهلة والقتلة. طبعا عزائنا لأهلنا في ذي قار البطولة واستهدافها لم يكن هكذا اعتباطا، لأن هي من كسرت في التاريخ شوكة الفرس، واليوم هي من تتصدى للمشروع الهمجي التي تقوده العمامة المتخلفة في العراق. وعلى أبناء الشعب العراقي أن يتحولوا الحقيقة من الرفض والاحتجاج الشعبي إلى المقاومة السلمية لطرد كل ذيول إيران من العراق، وبالتالي الضغط على الجانب الأمريكي الذي يتواجد على الأرض العراقية دون أن يقدم شيء للعراقيين. هذه رسالة حقيقة. سوف نقفز على مسميات العزاء والبكاء واللطم على الخدود. اليوم بحاجة إلى فعل عراقي الحقيقة، والجبهة العراقية الوطنية للمعارضة تبنت هذا المشروع في الأطر الدولية الآن لغرض تثبيت أنه الاحتلال الإيراني الذي للأسف جاء بالتنسيق مع قوى الظلام التي تحكم البلاد وبرضى المحتل الأمريكي أنذاك اللي تحول إلى وجود عسكري، ولكن هذا الوجود لم يخدم الشأن العراقي. إيران هي من تقف خلف كل ذلك. هذه الكرفانات روح ابحث عنها، خلي المشاهد، هي معمل تابع للحرس الثوري ينتج هذه الكرفانات، وهنالك شركات وهمية داخل العراق. والدليل الذي سوف أقدمه لك هي البيكابات التي دخلت قبل الحريق التي كانت تحمل قناني الأكسجين التابعة لإحدى الفصائل، وعند في وقتها سوف نكشف من هو هذا الفصيل. ما أعرف شنو علاقة فصيل مقاوم ينقل يأتي بقناني أكسجين إلى المستشفيات الكرفانية. هذا الحقيقة الأمر، وعلى أهالي ذي قار أن يبحثوا عن هؤلاء، عن سائق هذه البيكاب، لأن هذه جريمة كبرى تفحمت الناس. إذن أستدل من كلامك هذا بأننا بحاجة إلى إصلاح شامل، ولكن ما مدى إمكانية ذلك في ظل وجود قوى سياسية تمتلك السلاح وتمتلك السلطة وتمتلك النفوذ أيضا وتمتلك المال السياسي، يعني مرة ثالثة أو رابعة؟ شوفي، هذا الإصلاح مفهوم أسقط الحقيقة، لمن تبناه هو فاسد. المصلحين الحقيقيين هم العراقيين الوصلاء الوطنيين ورجالات العراق، يعني من كل الانتماءات الفكرية باستثناء أن يكون حزبا أو توجها يريد أن يفرض نفسه وإرادته على الآخرين. هذا هو سوف يكون الإصلاح عندما يأتي الحكم الوطني، وسوف يأتي الحكم الوطني بإرادة العراقيين وليس بإرادة الأشرار أو المحتلين. ليس هنالك قيمة للإصلاح، أسقط هذا المفهوم، لأن من تبناه والمفسد لا يصلح، هذه قاعدة فقهية قانونية اجتماعية. بالتالي هذا الآن اللي يحصل هو صح جزء من صراع انتخابي، بعد أن أعلن التيار الصدري رغبته في الحصول على رئاسة الوزراء، القوى الظلامية والميليشياوية والزعامات الأخرى السياسية تصدت الحقيقة فضربت في الخاسرة هذه الوزارة، هذه المنشآت الصحية تابعة للتيار الصدري، وبالتالي تريد أن تستثير الناس. وفي الوقت نفس الحقيقة قاموا بتصفية شيوخ العشائر، لاحظي كيف، لأنه بعض للأسف من شيوخ العشائر يرتبط بجهات سياسية هذه وتلك. هذا طبعا يؤدي الى طبعا فقط للتنويه سيد احمد وللمشاهدين، يعني نحن لا نتبنى هذه الاتهامات، هذه تعبر وجهه نظرك انت سيد احمد، وبالتالي يعني كل ما يرد هذا متهم بغض النظر، يعني خلينا بالسيف سايد احنا، وهذا وجهه نظرك نحترمها ونحترم كل وجهات النظر، وبالتالي حق الرد مكفول للجميع. يعني في استاذ احترم ذلك استاذ احمد بالتأكيد. هذا تحليل، عفوا بالتأكيد تحليل، انا اعطيك التحليل. هذا الصراع السياسي ابتدى بعد ان اعلن التيار الصدري، ولكن هذا الصراع السياسي سيد احمد، يعني انت واكبت العملية السياسية من بداياتها، هذا الصراع السياسي موجود من 2003، وربما حتى موجود قبل 2003 عندما كانت هذه معظم القوى في مرحلة المعارضة، يعني وبالتالي الصراع موجود. اختلف الأمر، هم لم يكونوا معارضين الحقيقة، هم كانوا معظمهم عملاء لمخابرات دول،
تم لملمتهم قبل عام 2003 قبل الغزو وجاءوا بهم. لو هو كان معارض سياسي يكون عنده برنامج ويكون وطني حتى إذا تعامل مع القوى العالمية لا بأس، لكن أنت تسألني لماذا هذا الصراع الآن وصل إلى هذه المرحلة؟ لأنه إيران الآن، إيران عندها مشكلة الآن كبيرة، فيينا تفاوض في فيينا وفرحها بوصول بايدن إلى البيت الأبيض اكتشفت أنه ذلك غير حقيقي، العقوبات لا زالت قائمة وبالتالي تضغط على ميليشياتها وأطروحها في العراق. أولا لتحقيق مسألتين، الكسب المادي والنهب من العراق لتعويض يعني خسائر الحصار، والثاني الضغط من خلال العراق على القوى العالمية وأمريكا لتحقيق التفاوض. هسه ليش وصل بعد التهديدات الأخيرة من قبل الجيش الأمريكي للميليشيات بقصفها؟ أصبح واضح أنه المسألة وصلت إلى آخر المطاف بعد الرفض الشعبي العارم وخصوصا في الفرات الأوسط والجنوب ضد إيران وأذنبها. وبالمناسبة ثمان سنوات العراق يخوض حرب ضد إيران، إيران لم تقطع رافدا واحد من الروافد التي تغذي نهر دجلة المتعددة. الآن عندما يصل الشيعة إلى الحكم تقوم إيران بفعل ذلك. لاحظ كيف، شوف السياسة الإيرانية، هي تريد أن تخلق الفوضى في العراق بين كل اللاعبين التي تمسك بالخطوط النهائية بيدها، وبالتالي تقول للعالم أنه الشرق الأوسط مفتاح الأساسي في العراق وهذا المفتاح بيدي، تعالوا لنتفاوض، وتجلس إيران بشكل عنجهي أمام القوى العالمية. هذه هي الحقيقة، هذا هو الأساس. لذلك طيب سيد أحمد، هل الآليات الديمقراطية تجدي نفعا لربما في القضاء على الفساد؟ نهائيا، لأنه الانتخابات عزيزتي سوف لن تكون هناك انتخابات تحت ظل الحراب والاحتراب. اللي يحرق مستشفى بهذا الضمير السيء ما يحرق مركز انتخابي إذا ما خدمت النتائج، احنا نضحك على من؟ هذه الحكومة عليها أن تكون واضحة مع الشعب العراقي وأن تذهب إلى حالة الطوارئ الدستورية. نحتاج إلى رجل شجاع في هذه اللحظة. هذه الميليشيات الآن ناخرة للدولة، أخذيها من الموصل. تتحدث عن حالة الطوارئ سيد أحمد، يعني من سيوافق على حالة الطوارئ من القوى السياسية؟ حالة الطوارئ يعني تعليق البرلمان، تعليق الدستور، العمل بالدستور، إعلان حالة الطوارئ. لا لا، ما يحتاج إلى موافقة حقيقة، ما يحتاج إلى موافقة، يحتاج إلى تنسيق مع القوى العالمية مع الأمم المتحدة. العراق الآن في فوضى أستاذ أحمد، الناس تشوى، هذه مصايرة حتى في جهنم، توصف جهنم اليوم، حصل جهنم في الناصرية وهم عراقيين، وغدا سوف تحصل في نينوى. كيف لا يفرض حالة طوارئ؟ وسوف هل يعتقد أنه الناس سوف تنسى؟ هذه الكارثة ما راح تمر، هذه الكارثة الحقيقة سوف تعيد الدماء إلى تشرين. وطبعا هي ما موجهة للحكومة تشرين لأنه هم خسروا ديهم من الحكومة، لكن سوف تتوجه إلى الميليشيات والقتلة والزعامات الحقيقة اللي فارضة نفسها على العراق. هذا الذي سوف يحصل، لاحظ كيف. فحالة الطوارئ حالة مطلوبة الآن لإنقاذ العراق من الخراب. كهرباء ما في، المياه تقطع، المستشفيات تحرق، يعني ما أعرف يعني شو وقت تفرض حالة الطوارئ، ما أعرف. هو يراهن على الانتخابات، الانتخابات مزورة مقدما أستاذ أحمد، تم تهكيرها وتهكير الأنظمة وحتى الشركات اللي تعاقدت مع العراق عندها مشاكل الآن. هذا لن يحصل. العراق الآن على حافة النهاية، بصراحة حافة النهاية. الثورة الشعبية العارمة سوف تأتي، وبالتالي إن لم يكن هنالك قائدا شجاع يستطيع أن يسيطر على الأمور سوف ندخل في نفق الصراعات للأسف الطويل هذه المرة، وبالتالي إيران سوف تدخل النار في دارها عن قريب، لأنه ما فعلته في العراق أمرا لا يمكن تجاوزه عبر آلاف السنين. نعم، إيران النار على 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 أبوابها الآن وفي داخلها، وبالتالي هي تعتقد أنه الشعب العراقي بهين بمكان تستطيع أن تركب على ظهره حتى تحقق أهدافها. لا، الشعب العراقي سوف يتصدى، ولكن هذا المرة التصدي شعبي. لذلك أقول حالة الطوارئ يجب أن تفرض الآن في البلاد.